بالمقارنة مع الفترة الأولى بالنسبة لتشكيلة المدرب شهاب الليلي. الشوط الثاني وقت مشى صبر خليفة مباشرة إلى الجهة اليسرى وبعد تعديل مستقبل مرسى ثم دخول المنيوي وهدف الانتصار لمجد عامر. كرة ممتازة في المحور والحارس فاروق بن مصطفى. لكن النادي الافريقي دائما يبقى خطير على غير الهجمة المرتدة هذه. نتابع الهجوم لفريق باب جديد صابر خليفة. ثم الكرات من جانب الافريقي ومنصور بن عثمان. منصور بن عثمان يخسر الحوار الاخير في دفاع مستقبل جابس وضربة جزاء. ضربة جزاء لصالح النادي وضربة جزاء لصالح النادي الافريقي. ننتظر في التسييم. اذا هدف التعادل لفريق باب جديد. هدف مقابل هدف وابراهيم الشنيحي. اذا يتمكن من التعديل لفريق باب جديد. هدف مقابل هدف. المتابعة لضربة الجزاء المنفذة من ابراهيم الشنيحي الهداف. يعني اكيد مش يصير تغيير في المراكز. نعرفوا غازي العيادي هو ظهير ايسر بالاساس. نشوفوا ايش مش يصير بالنسبه في الفتره هذه امام الافريقي وبعدها نتائج ايجابيه او عكس الهجمات لصابر خليفه. صابر خليفه مباشره ابراهيم الشنيحي ومستقبل جابس هنا في الملعب الاولمبي بجابس. مختار بالخيثر التوزيع على مستوى القائم الثاني والكره ما توصلش لابراهيم الشنيحي بعد محاولة في التمهيد من غازي عيادي والتدخل من المدافع حسام الزرلي. لعب سجال حاليا بين الفريقين. هجوم خطير للفريقي والتدخل من الحارس من الجهة اليسرى خطير الافريقي حاليا. حسام الحدادي شوفوا الكرة عكس الهجوم لصابر خليفة. صابر خليفة صابر خليفة صابر خليفة يتواغل صابر خليفة والكرة خطيرة في مناطق مستقبل جابس. كان تواغل من جانب صابر خليفة وثم إصابة أيضا في صفوف الأفريقي وإصابة في صفوف مستقبل جابس. مرة أخرى عبد الرحمن فريق مستقبل ثم بعد الهجوم من جانب صابر خليفة. صابر خليفة علي عبد العزيز واضح التعب على وسط ميدان مستقبل جابس. امكانيه متاحه لعكس الهجوم للنادي الافريقي. ابراهيم الشنيحي ابراهيم الشنيحي والتغطيه الدفاعيه حاسمه. سسبنس كبير عبد الرحمن في الاربع دقائق اللي اضافهم الحكم فرصه بفرصه. مقابله ممتازه بصراحه لما الحكم الرابع ورقه حمراء هذه. حدادي صحيح نتابع نشوفوا نادر الغندري الأخيرة. بلال بن إبراهيم. التعادل بين الإفريقي ومستقبل جابس في مردود غزير في الشوط الثاني وذي المباريات اللي فيها رهانات.